أهلاً بحضراتكم من جديد. والنشرة الجوية، توقع خبراء الإرصاد الجوية طقس حار على كافة الأنحاء نهاراً، بارد ليلاً، وتقل الرؤية بسبب الأتربة العالقة نهاراً على مناطق من شمال البلاد والقاهرة وشمال الصعيد، ورياح معتدلة على أغلب الأنحاء تنشط مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية للبلاد، والبحر متوسط معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، واتجاه الرياح جنوبية شرقية. وعن سيناء فالطقس حار جنوبا نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، والبحر الأحمر خفيف معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية. وعن التوقعات المنتظرة للأيام القادمة تشير إلى ارتفاع آخر في درجات الحرارة يوم الأربعاء، يعقبه انخفاض ملحوظ في الحرارة يوم الخميس. وعن القاهرة، الثلاثاء 17-30، الأربعاء 15-33، الخميس 14-26. وعن شرم الشيخ، الثلاثاء 19-30، الأربعاء 20-33، الخميس 16-31. وأخيرا مع محافظة الأقصر، الثلاثاء 15-34، الأربعاء 15-35، الخميس 14-34. ونتعرف الآن على درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. القاهرة 17-30، الإسكندرية 17-29، دمياط 14-26، بورسعيد 15-26، العريش 14-26، رفح 14-25، إسماعيلية 17-30، السويس 16-30، مطروح 16-32، وادي النطرون 16-29، المنصورة 16-26، طنطا 17-29، دمنهور 16-29، سانت كاترين 10-24، الغردقة 17-29، شرم الشيخ 19-30، الفيوم 14-30، المنيا 14-31، أسيوط 15-31، سوهاج 15-32، قنا 15-33، الأقصر 15-34، الوادي الجديد 15-32، أسوان 16-34، حلايب 18-27، شلاتين 18-29، أبو رماد 16-27، ورأس حدربة 17-30.